أول يقول ما حكم لبس العباءة على الكتف وهي واسعة فضفاضة؟ السؤال لا يا أخي سم خلينا نجاوب على الأول. سم تفضل. عباءة المرأة لا تكون على الكتفين عند الخروج، وإنما تضعها على رأسها لتضفي عليها وعلى لباسها. نعم. واسعة يا شيخ الله يحفظك فضفاضة عليها طرحة. واسعة لابد تكون لابد تكون واسعة، لو كانت ضيقة لا تجوز. السؤال الثاني الله يحفظك ويرعاك. طيب. ما حكم قص الشعر الحاجب من نفس الشعرة وليس من ممة الشعرة نفسها؟ يعني الشعر لا يجوز التعرض للحاجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تأخذ شعر حواجبها أو تأخذ منها، فلا يجوز التعرض للحواجب، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته. نعم أحسن الله إليكم.